احكي اليوم الانصات بدقه لما سيصرح به الاساتذه الذين سوف يشرحون هذا الموضوع الذي ذكرت انه يؤرق الجميع من اعلى سده صاحب الجلاله الى طبيعه المشاركه المواطنه ومختلف الفاعلين في المشاركه في الاجابه وصياغه النموذج التنموي الجديد. واكيد على اننا اليوم من اجل اشاره لطيفه وخفيفه نحن في لحظه تاريخيه اساسيه ترسم مستقبل المغرب على مر عقود قادمه، على اعتبار اننا امام اعتراف ان النموذج التنموي السابق، ان كان هناك من نموذج تنموي سابق، لم يعد قادرا على مواكبه تطورات المجتمع وحاجياته وخصائصه. واكيد اننا اليوم على مستوى الترتيب الدولي في التقارير الدوليه او الوطنيه كلها تشير الى اننا نعيش اشكالات عويصه على مستوى المؤسسات، على مستوى النص التشريعي، على مستوى الحكامه، على مستوى اليات التنزيل، ثم على مستوى اثر كل هذا على العيش الكريم وضمانه واستمراريته للمواطن المغربي الذي كما تتبعتم في بدايه الجلسه الاولى لم يعد قادرا على الخروج حتى للخدمات الاساسيه